كابتن عادل زي ما احنا عارفينه وقلنا ان مباراه الذهاب فاز فيها النادي الاهلي وتفوق فيها فنيا وتكتيكيا مستر موسيماني على معين الشعبان. مباراه العوده فيها صعوبات على الفرقتين. ازاي مستر موسيماني بيفكر بعد ما كسب هناك واحد وازاي هيواجهوا معين الشعباني النهارده اللي هو عايز يجيب عنده فرصتين النادي الاهلي عنده فرصتين معين الشعباني ما عندوش غير فرصه واحده بس. لا هي المباراه النهارده ظروفها مختلفه عن كل المباريات اللي كان في قبل النهائي قبل كده حتى عن مباراه الذهاب لان الفرقتين خلينا نتفق ان فرقه الترجي ممكن تمشي المباراه 0-0 لغايه اخر وقت ويراهن ان هو يجيب جول في الاخر. هو اهم حاجه عنده ان هو ما يدخلش فيه جول بدري. كويس، دي نقطه مهمه جدا لازم برضو عارفين طبيعه الفرقه اللي بتلعبها. كويس. الفرقه اللي بتلعبها هم مش خفاف، فرقه تقيله، فرقه ممكن تلعب معاك على 0-0 لغايه نهايه المباراه وبيراهن ان هو ممكن يسجل في اي وقت. لكن هو يبقى فاتح خطوطه من البدايه ما اعتقدش. ما اعتقدش ان هو يبقى مجازف، هو مش هيجازف خالص. المباراه انا شايفها ان هي مباراه فاينل مبكر، مباراه من جوله واحده. يعني الجوله اللي فاتت دي مش انا بالنسبه لي مش محسوب. النادي الاهلي هيدخل المباراه انا شايف بنفس معطيات مباراه الترجي، بمعنى ان لعب بطريقه كان بيحافظ فيها على الشكل وعلى التوازن الفرقه الدفاعي والهجومي يحاول يعمل استحواذ جيد ونجح في ده. في نفس الوقت لازم يعمله هنا في القاهره لان انت الظروف واحده، انت برضو النهارده مش عايز يدخل فيك جول. ايوه، لو هاجمت وقدرت تسجل اوكي، لو ما سجلتش ما يدخلش فيك جول. صحيح. فانا شايف ان لازم تتعامل بنفس المعطيات اللي انت تعاملت بيها مع مباراه تونس. وفرقه الترجي ممكن فرقه الترجي النهارده يكون عندهم المباراه الاولى فيها عناصر ما كانتش موجوده، يعني انيس البدري ما كانش موجود، بعض العناصر المؤثره، انيس بدري عنصر مؤثر جدا ما كانش موجود من البدايه. فالنهارده لما يكون موجود من البدايه هيديله نزعه هجوميه اكتر، ولكن هتلاقي برده معين الشعباني بيلعب بنفس طريقه الاهلي هناك في تونس. كويس. ان هو ما يدخلش فيه جول ولكن ولو ممكن يسجل في اي وقت، ولكن مش بنفس فكره بتاع ماتش الترجي هناك في ماتش الذهاب. دي هتوقف على اللي هو بيفكر في النادي الاهلي يشتغل ازاي. لو اشتغل بنفس الشغل اللي النادي الاهلي لعب عليه في الترجي يبقى هو برده لسه نايم في او لسه شايف ان الجيم متاخر. طب مستر موسيماني يشتغل ازاي؟ انا شايف ان مستر موسيماني يتعامل مع وجهه نظري يتعامل مع المباراه اكنها مباراه الترجي في تونس. لان انت برده كنت داخل المباراه دي، دي وجهه نظري الشخصيه. ايوه، انت كنت داخل المباراه دي انك تامن الاطراف بشكل جيد جدا. ايوه، بتلعب على الكاونتر اتاك لو عندك مساحات، غير كمان ان انت الطريقه دي اديت لك فرص كتير جدا زي ما بلال قال، اديت لك انت خلقت فرص اكتر من الترجي. لو جبنا فرص هتلاقي 7-2 وفي حاجات على الجول، الحاجات اللي على الجول في حوالي 3 أو 4 فرص. مظبوط. ودول ساعات انت ما بتقدرش تخلقهم جوه مصر، جوه القاهره. صحيح. وده طبيعي جدا، لكن اذا فالطريقه اللي اتلعب بيها مباراه الذهاب عملت لك استحواذ جيد وعملت لك رتم جيد مع عدم وجود قفشه، لان وجود قفشه بيديك رتم جوه المباراه. وجود الثلاثه خلت الثلاثه يعملوا استحواذ جيد في الخط الخلفي، ادى راحه لمحمد شريف وصلاح وطاهر ولاعيبه نص الملعب ان هم ياخدوا نفسهم بشكل جيد. بس اعتقد عادل هيغير، يعني هيلعب بقفشه اعتقد. يعني بص انا هو طبعا كل واحد ليه طريقته، انا شايف ان المباراه دي معطياتها مشابهه جدا لمباراه الذهاب للفرقتين، والفرقتين هيلعبوا بنفس، انا وجهه نظري ان هم ممكن يلعبوا بنفس التفكير بتاع مباراه الذهاب، ان انا ما اجيش فيها جول بدري. الترجي ما يجيش فيه جول، ان هو بيراهن ان هو وهي 0-0 ممكن 1-0 المباراه تكمل، لكن لو دخل فيه جول بدري بيدور بقى على 3 وبيدور على جولين تانيين. خلي بالك عادل هو اللي مطالب اكتر بان هو يعمل اكشن جوه المباراه، يعني الترجي طبعا. الترجي طبعا. يعني احنا ممكن ندخل زي ما انت بتقول بنفس طريقه اللعب، ما عندناش مشكله، تلعب 3 في نص الملعب، يبقى عندك بتلعب 4-3-3 نفس التشكيله دي. جزء الناس بتفكر فيها ان هو ده الاضمن، وناس بتفكر يقول لك لا، طب ما نبدا بقفشه على اساس يبقى قفشه عندنا نزعه هجوميه اكتر شويه وبالتالي تحرز هدف وبالتالي المباراه تتقفل. كذا سيناريو موجود بس فيها مجازفه على الاطراف، لكن على الجانب الاخر الترجي هو المطالب بشكل كبير جدا ان هو يجازف، انه عنده لازم يجازف. بس اعتقد هو هياجل، بس مش هيجازف من بدري. هياجل ده شويه، مش هيجازف من بدري، خلال التشكيل ممكن يلعب يعني يلعب 3-4-3، ممكن يلعب 3-4-3. طيب بدايته اعتقد هتبقى يعني اعتقد الترجي عايز يكسب البدايه في ممكن يبدا بتشكيل مختلف. طبعا من وجهه نظري، لان انت عايز، لان هو في مباراه الذهاب، هو مباراه الذهاب لغايه اخر وقت وهو واحد وانت وهو متعادل، هو ما عملش اي ما اداش اي ملوش دور هو بالنسبه له لو خرج 0-0 انا حاسس ان هو لو خرج 0-0 كان بالنسبه له كويسه جدا، لكن هو الهدف اللي دخل فيه هو اللي بوظ له حساباته شويه. لكن انا كنت شايف المباراه عادي ماشيه 0-0 ويجي يعمل في مباراه القاهره يقدر عشان يسجل هدف. لك الضغوط عليه اكتر شويه حتى اكيد طبعا في أكيد. انه يحط السيناريو يبدا التشكيل بشكل مختلف، يمكن موسيماني عنده شويه اريحيه انه ممكن يبدا بنفس التشكيل طبعاً. او
يدفع مثلا بقفشة على حساب واحد من ثلاثة. بص يا كابتن هاني، احنا تعودنا دايما من مستر موسيماني في الماتشات الكبيرة على بعض المفاجآت، سواء في التشكيل او في طريقة اللعب. يعني دايما مستر موسيماني في الماتشات اللي زي دي احنا بنقعد نتوقع حاجات، صحيح، ولكن هو بيفاجئنا بحاجات تانية.